اسم حلو. أنا وعدتك أكتب إليك رسالة، اشتقت إليك وعم استناكي رامي. الشباب اللي بيحبوا سوريا كلنا غادة نبيل. نحن اليوم يا شباب سوريا مسؤولين انه نحمي بلدنا، بلدنا سوريا. التغيير ما بيكون بالعنف وبالقوة وبالحرق وبالشتائم، التغيير هو عملية تطور تدريجي. بتمنى تعرفوا هذا الشيء. يعني انا برأيي هذا الديزاين كتير مشغول، يعني ما عم يعطي الهدف الحقيقي للمنتدى. يعني كل الإيحاءات عم يعطيها كأنه المنتدى منتدى تشات. طبعا لازم يعطي هذا الإيحاء، هذا المنتدى لازم يجيب كل شرائح المجتمع، السطحي، المتعلم، الساذج، السخيف، كل الناس لازم تفوت على هذا المنتدى. بس انا ماني راضي عن هذا الديزاين لانه عم يقلل قيمه الفكر اللي وراء المنتدى. لك روق شوي، هلا انت بدك تقتل الناطور ولا بدك العنب؟ يعني انت بدك شبابنا تترك مواقع البورنو ومواقع الشات التافهه وتفوت على موقعنا؟ يعني الموقع لازم يكون قريب شوي لهم. هلا شو استفدنا من هذا الموقع اذا ما حدا فات عليه؟ بس نحن لازم نطرح المنتدى انه بس موقع للشات والحكي الفاضي. لازم بين انه هو منتدى له افكار توجيهيه، له مبادئ، له شيء واضح. هذا الشيء ما بيتعرض على انه يكون تصميم الموقع جذاب وشبابي، المهم انه نجذب الشباب وشوي شوي بنصنع الفكر اللي بدنا اياه ومبني التوجيه. نحن مجموعه من الشباب السوري المثقف. ثقافتنا هي ارث اجتماعي وانساني اكتسبناه من مكاتب الفكريه ومحافظتنا الانسانيه. التي نجمع بها نتاج ما قرأنا وما سمع وما كتب وخلاصة التجربة الإنسانية. نحن لا نزعم أننا المجموعة النخبوية، نحن نحاول أن نكون من النخبة، نحن نحاول أن نبتدع لغة جديدة تحاوركم جميعا على اختلافاتكم وعلى تنوع أعماركم. ونحن لا نزعم أننا أحسن منكم أو أكثر حدة وذكاء منكم، نحن أنتم، نحن مثلكم، نحن ربما نسبقكم بالتجربة والعمر، وربما نحن نحمل وجدان، مسؤولية أن تجدوا من يسمعكم ويحاوركم في فضاءات العالم الافتراضي هذا الذي يجمعنا وربما يفرقنا. نحن آثرنا أن يكون منبرنا لصوتكم وصوتنا. منتدى الشباب، أهلا وسهلا بكم. وطني. أنا كتير تعبانة يا تهاني، وماني عارفانة مين بدي أحكي. بعد ما توفى البابا ماما تغيرت كتير وما عم تحكي مع حدا يا إيان، حتى معي أنا. سوري حبيبتي، أنا والله ما عرفت إنه بيك توفى. العمر لإلك. تسلم عمرك حبيبتي. ليكي دلع حياتي، شو رأيك تجي لعندي هيك كم يوم على بيروت؟ منه بتغيري جو ومنه بتتركي أمك هيك لحالها تتصالحي وزعلها شوي شوي. بس لا بس ولا شيء. رح أبعتلك بنت من بناتي اسمها لولا، بتشتغل معنا هيك بالبزنس، هيك بتجيبك لعندي بتضلك عندي لتغيري جو. اتفقنا؟ اوكي. اهلا وسهلا. اهلا فيك. شو حضرتك جديد هون؟ شو حامل سي في لعمال المحل؟ لا بس انا زبون قديم ودائما بجي على المحل من سنين واول مره بشوفك. المهم ورجيني شو احدث ايباد نزل هون.
بس فيني اسالك يعني شو نوع الاستخدام اللي بدك اياه؟ انا بحضر اجتماعات كتير، وبدال ما اخذ اللابتوب معي في اخذ النوتس. حضرتك شو بتشتغل؟ انا بزنس مان. يعني شو نوع البزنس؟ مقاولات وعقارات، وبتعرف نحن بنحضر اجتماعات كتير وبنقدم عروض، ولازم البزنس مان يكون دائما ملاحق التكنولوجيا، ما هيك؟ طيب عمليا استاذ يعني نحن لازم ننزل ايتون على هذا الايباد لحتى يشتغل. واذا ما بدنا ننزله؟ ايه بس ما بصير استاذ، يعني انت لازم تكون مسجل بابل لحتى يشتغلوا المعلومات. شو اعتمدت استاذ؟ ايه تفضل. بتحب تعرف شو حقه؟ ما بيهمني اعرف، انا لما تعجبني شغلي معناتها معاوزة، واكيد ماني جاي لضيع لك وقتك. انا اعذرني استاذ، يعني لازم اسال هذا السؤال لانه مو كل الزباين بيفكروا بطريقتك. مو مشكله، عادي. طيب مثل ما قلت لك استاذ، يعني احنا لازم ننزل ايتون على هذا البرنامج لحتى يشتغل. انا بس بدي اسالك، انت شو بتستخدم اكثر شيء؟ فيديو، ويب، وورد؟ اهم شيء الويب والفيديو. في شويه معلومات شخصيه لازم اخذهم عنك. اسمك لو سمحت. شاهر. والعيلة؟ شاهر. شاهر شاهر؟ طيب عنوانك ورقم تليفونك؟ دمشق. استاذ واضح انه انت ما بدك تعطي معلومات شخصية عنك. انا ما لي ثقة بالنت. ايه بس ما بصير، يعني احنا اي حدا بيشتري ايباد لازم ناخذ معلوماته الشخصية. واذا بدفع زيادة مقابل انه ما تنزل معلوماتي الشخصية على النت؟ دورت عليكي بكل المحلات اللي ممكن تكوني فيها. أنا بدي أطمن عليكي، صرت بعتلك أكثر من إيميل وما عم تردي علي. طمنيني عنك، أنتي بخير؟ يا غادة، أنا ما عم بقدر نام ولا عم بقدر أعمل شي من خوفي عليكي ومن الذنب كمان. الذنب إنه أنا تركتك لحالك تروحي تشوفي، يمكن خوفي هو اللي منعني إجي معك. الله يوفقك، الله يخليكي، طمنيني عنك. اهلا وسهلا استاذ، ان شاء الله يفضلك. شكرا كثير، يعطيكم العافيه. مع السلامه. شو شايف شغلك بالمحل حيرفع من نسبه المبيعات؟ بدي اسالك، هذا الزبون على طول بيجي على المحل؟ اول مره بحياتي بشوفه. والله غريبه، عم يقولوا ان الزبون قديم. هلا هو عم يحكي عن هذا المحل ولا عن محل ثاني؟ لا عن هذا المحل. شو بيشتغل؟ عم يقول بزنس مان. شكله ما له علاقة بالبزنس بنوب. ولك انت امتى بدك تبطل تحكم على عالم دغري؟ لك دخيلك. ما علينا، انت بدك تغير لي اسمك على المنتدى؟ هلا انت بتسكت بتسكت بترجع بتفتح لي نفس السيرة؟ ولك يا اخي جننتني العالم كل الوقت، كيف مشرفة الشام وشو عم تعمل مشرفة الشام؟ حبيبي انا ما رح غيره، يصطف له العالم كله. Thank you.
بنت الشام صار لها مختفية أكثر من 5 أيام وما حدا بيعرف وينها. إذا حدا منكم بيعرف يا ريت تخبروني. ليش خط الانترنت عندك؟ كل ما عم يقطع بزيادة أكثر وأكثر. لك حميد ربك يا زلمة اللي عم نحصل انترنت. طيب ما تجيب خط IDSL، هلا صار فينك تحصل عليه بسهولة يعني. ما بيزبط معي، لأنه أنا زلمة بفوت على ويب سيتات ما بدي حدا يفوت عليها، وبرجع بعمل هاج على خط الانترنت. هيك لا حدا بيشوفني ولا حدا بيعرفني. قائمة الأعضاء كل ما أنا عم بزيد عددها، بس الغريب الأسماء اللي عم يستخدموها الأعضاء. شي سكسي مان، شي الماسوني. يعني أسماء غريبة وعجيبة كثير. الواحد بيسأل حاله إنه معقول لهالدرجة فكر الشباب صاير مشوه؟ الضغط على أفكار الشباب بهي الطريقة مو صح، لأنه بيحولها لأفكار منحرفة وغلط. كمان نحن منتدانا منتدى حواري وحر. هلا برأيك التطرف الفكري بسبب الضغط على الأفكار المتطرفة بمنعها من الظهور؟ هذا سبب من الأسباب بس مو المبرر. أصحاب الأفكار المختلفة بيتحولوا لضحايا، أو هنن بيحبوا يحولوا حالهم لضحايا، بعدين بتتحول عندهم لقناعات ثابتة وراسخة، وبصيروا يدافعوا عنا ويقاتلوا من شانه، وبيكسبوا تعاطف فئة معينة، أو هاي الفئة بتحب تتعاطف مع الضحية. بس نحن أحياناً يعني بطبيعتنا بنحب نعيش صراع مع الشيء الآخر. ما بعرف شو ممكن يكون هذا الشيء الآخر. ممكن يكون مثلاً جارك الأفكار الليبرالية، أو سياسي أفكاره متزمتة، أو دول سياساتها مختلفة. وهذا اللي بيحول أصحاب هدول الأفكار اللي بيعيشوا بفلسفة الضحية لأصحاب قضايا. بتعرف شو؟ أكثر من 300 مشاركة على المنتدى على جملة لنبدأ بالتغيير من أنفسنا. في أحد الأعضاء قايل شغلة، أنه التغيير بالمجتمع لا يمكن أن يكون من فرد. ليش؟ لأنه أنا جزء من مجتمع. لما أنا بدي أتغير كشخص وصير شخص جيد، يعني لما بنزل على الشارع بلاقي المجتمع كلياته بعده على حاله وأنا الوحيد اللي تغيرت، فهذا الحكي ما هو صح. يعني هو عم ينفي هاي النظرية. طبعا هذا بوجهة نظره. أنا برد على هذا العضو أن نحن ما عم نادي بالتغيير الفردي بدون استجابة طبيعية من المجتمع، بس لما كلياتنا نسعى بأنفسنا للتغيير فينا نغير علاقتنا مع المجتمع، مع أهلنا، مع رفقاتنا. والمجتمع هو مجموعة من الأفراد، يعني أي تغيير بيصير على هذا الأفراد رح ينتقل تلقائيا للمجتمع كله. لك يا أخي بالنهاية كمان الغرب ما بده تغيير يصير. التغيير هو مسؤولية الفرد والمجتمع، وحراك سياسي لازم تستجيب له الأنظمة والمنظمات والمجتمع، ونحن لازم نتحمل مسؤولية هذا البحث. يعني في حال فشل، في حال وقع، وما نرمي بكل شيء عم بيصير داخل الشرق الأوسط بالقوة وبالوجود الغربي. نحن لازم نتبنى خطاب وحوار وسطي لا يهمش الفرد العربي وكمان النظم العربية، وبنفس الوقت ما يعادي الغرب. هذا هو اللي ممكن يصنع الفكر التقدمي. يا زي ما كنت توقع المنتدى رح يكون لهالدرجة صعب. دائما الحوار صعب، وانك تعود شبابنا على هذا التكتيك بالتواصل الاجتماعي مو سهل، لأنه نحن ناس متمسكين بأفكارنا. يعني اللي بيواجهنا بخطأنا يا منهاجمه يا منغلطه. أنا لولا من طرف مدام تهاني. أنا أسفة لأخبار وفاة والدك. العمر لإلك. سلم عمرك. المدام تهاني بتعزك كتير وصممت أنه أنا أجي أخدك، لأنه هي ما بتسوق مسافات طويلة، لكانت إجت أخدتك بذات نفسها. صليك زمان تشتغلي مع المدام تهاني؟ كم شهر، ومن وقت ما عرفتها وطاقة السعد انفتحت لي. أنا من عائلة كتير فقيرة، فيك تقولي معدومة. بحياتي ما كنت أحلم أركب هيك سيارة. وبتعرفي اللي ما عنده أهل يسندوه ومصاري ما بيقدر يشتري دولاب من هيك سيارة. بس شغلي مع مدام تهاني خليني أصير مثل أي بنت بتقدر تحقق حلمها، أنه تقب على وجه الدنيا وتصير ليدي. ليدي؟ نحنا بزمن ما قلنا بحاجة نكون بنت فلان ولا علان لنصير ليدي، ولنا بحاجة بمصاري أهلنا لتعمل منا ليدي. من معروف منزل تالا إبراهيم، الأنسة تالا إبراهيم. كرم تعال أرجوك اسمعيني. أنا ما بدي أشوفك، خلص بكفي اللي صار. أنا آسف على الإحراج اللي سببت لك يا مع أبوكي. أنا مالي محروجة من اللي صار مع أبي. أنا محروجة لأني كنت عم بكذب عليك كل هاي الفترة اللي مرقت. تعال ما في داعي للاعتذار، أنا عرفان كنت كل شيء، بس أنا عازرك. ظروفك هي اللي خلتك تحكي هيك شيء. أنا ما بستاهل منك كل هاد. أنا أذيتك،
تالا مشان الله هاد الحكي اللي قاعد تحكيه. بكره بس تعرف اني اذيتك عن جد ما رح تسامحني. تالا انا مسامحك. تالا انا بحبك. انا اذيتك عن جد يا كرم. انا تعبانه وما كنت عم بعرف شو عم بعمل. انا اسفه. تالا انت ما اذيتيني، بالعكس انا دريت وعرفت انه الحياة مو بالشعر اللي بكتبه ولا بهالمنديل اللي حاطه يلي طول الوقت عم شمه من ريحة ابي. تالا الحياة انت والناس اللي مثلك. تالا الحياة مو دمعاتك هدول ولا الظلم اللي عم تتعرضي له. تالا الحياة انت وبس. اسمعيني صبري، كم مرة بنبه عليك انه تبعد عن طريقها لتالا؟ بعد عنه. قيمي دفع عنها يا حيوان. برافو والله وصلت رجال وعم ترفع ايديك كمان. برافو برافو. لك خلص شبك وبعد عنه. بعد شبك هون. بس انا بحبك يا تالا وانا اولى من كرم فيكي. انا اللي بقرر من حق مين يكون. انا بعرف انه كل واحد منكم حبني بطريقته، بس أنا لا قدرت أعطيك الحب العنيف المجنون، لا قدرت أعطيك الحب الراقي الرومانسي. مشاكلي أكبر مني، كل ما أتعلق بشي بهالحياة بضيع، كل ما أحس إنه بدي أعمل شي بدي كفي ما عم بقدر. فهموني لبقى تزيدوه علي، فهموني. في شي عم يوقف بيني وبينكم، بلحظات منفكر انه فينا نتمرد على كل شيء تربينا عليه ببيوتنا ورا هالبواب المسكرة، بس بعدين لا، منلاقي حالنا مغروسين بمشاكلنا وما عم نقدر نطلع منها. وهي المشاكل عم تقتل كل شيء حلو جواتنا حتى الحب. كم سؤال بنسأل لبعضينا عاللي كان واللي راح. شوفك يا زلمة عم تحكي عن الشام وكأنها عشيقتك.
انت السبب، انت اللي كنت تضغط على تالا وتلاحقها. ليك صديقي بدي اقول لك شغله، اذا في حدا بيناتنا غلطان فهو انت. بعدين مو انت اللي خليتها تعيش بعالم من الحب وعالم الرومانسيات ودول القصص تبعك؟ رومانسيتي على الاقل حررتها من حالها، اما زعرنتك يا استاذ هي اللي نفرتها من الحب. ولك يا ويلك تحكي عن حبي لتالا. بعدين انت مين يا ابن مبارح لجاي هيك تحكي وتحكم على قصة حلوة كانت بيني وبينها؟ شو كنت عم تعمل؟ كنت عم تاكل بوزة؟ اولا الحب مو بالايام، الحب بالصدق. بعدين انت شو قدمت لها لتالا او شو ممكن تقدم لها؟ كلمتين على بعض يا دوب تقدر تركبهم. هلا كتير فرقت معك اذا انا قدمت لها شي لتالا ولا ما قدمت لها؟ اسمع يا ابن الاكابر، يا ابن العالم والناس، خليك بالشعر، بالحب، بالرومانس، بهالكلام تبعك، لانه الحب مو بهدول القصص، الحب بالفعل. هديك المرة سكتت لك لانه نحن رفقات، بس انت ما احترمت هالشي، لهيك انا مو مضطر احترم هذا الشي. برافو 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 كرم، برافو والله، وصرت رجال وصرت وازن. على فكرة هي كتير حلوة، وهي كتير حلوة. الله يخليك. ما بدي شوفك هيك زعلانة، اوكي؟ يلا طلعي خدي دوش مي سخنة بسرعة ورجع انزلي، لأنه بدنا نروح سوا نتعشى. يلا. بينت شقفة بتعجب. مش بس بتعجب، رح يمشي سوقها كمان وبقوة. تذكريني قولك؟ أكيد. كرم كرم، ما بدك تتغدى؟ الله يهديك يا ابني، ما بصير تتدارب مع رفيقك مشان وحده بنت. ولك في 100 بنت، بس رفيق صعب يتعوض. ماما حبي لتالا ما بيتعوض بكل رفقات الدنيا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما عم بتخيل بيوم من الايام انه يجي حدا يحب تالا غيري. امي لو الله كاتب لك اياها من نصيبك رح تاخدها، لو بتوقف كل اهل الدنيا بطريقك رح تاخدها. ماما انا ما بستنى نصيبي، انا بروح لعنده، اصلا انا اللي بخلق نصيبي. لا اله الا الله، دخيلك يا ربي دخيلك. بس الشغلة اللي ما عم بفهمها لهلا انه شو الشغلات الموجودة عنده هو لكرم وما انا موجودة عندي انا لحتى تحبه له. لك امي الله يرضى عليك شيلها من بالك، لك انساها يا ابني انساها. امي من شان الله خلص معه، من شان الله. بس أنا عازرك، ظروفك هي اللي خليتك تحكي هيك شي. أنا ما بستاهل منك كل هاد، أنا أذيتك. تالا مشان الله هاد الحكي لا عاد تحكي. بكرة بس تعرف أني أذيتك عن جد ما رح تسامحني. Thank you.
شو بك يا اماني؟ حاجي بك وغناني، ريلاكس معلش فيك تقولي عني واحد اناني، بعرف انه ما دخلني وهذا مو مكاني، بس لما بشوفك زعلاني هيك بصير واحد تاني، مهم تنبسطي، رح قلك شو قصدي، حاجي تفكري بالماضي دارس باص محافظتي، بحياتي ما شفت حدا عنده هالجمال، الكمال بالتفكير وهالجسم لا يمال، ابتداء من هاللحظة الكينج عم بيقول خليكي معي لنعيش حياة كتير كول، حرية بكل شي ممكن يخطر عبالك المهبول، هاي آخر مرة بتقولي أنا مالي باتول، صدقيني لما قلك مع الكينج ما في جدم، يا لطيف على هالجمال اللي من زمان انعدم، يا لطيف على هالجمال اللي من زمان انعدم، شخصيتك لبست عقلك من هلأ شي جديد، لا تخافي انتي مع الكينج هيدا الحكي المفيد. تعرف شو؟ الشباب على المنتدى مفكريني بنت، ليش؟ لأنه مسمي حالي شام، أصلا مش شام للكل، إلنا كلياتنا، شباب وبنات. طارق، القصة مو قصة حكي أو زيادة عدد جمل، القصة أهميتها بتكون موجودة بخصوصية الكلام اللي عم نقوله. هلا أهم شيء الفيديو يزيد مصداقية الموقع عند الشباب. رح يزيد عدد الشباب، بتعرف ليه؟ لأنه هدول الشباب بحاجة لوجود شخصي آمنوا فيه. نحن على القليلة ما لنا متخبئين وراء شعارات وراء أقنعة وراء أسماء، نحن حقيقيين. وما تشوفي الأشياء المشريك بيوم مش حلوة، جسمك بيعقد، قولي وراي جسمي حلو، جسمي حلو، جسمي بيعقد، جسمي بيعقد، جسمي حلو، جسمي حلو، جسمي بيعقد، جسمي حلو، جسمي بيعقد، جسمي بيعقد، جسمي حلو، جسمي بيعقد. ماني فهمان شلون نقبل دعوة واحد ما بنعرفه، بلكي عملنا شي شغلة. لك شو بده يعملنا؟ شو نحن بنات جايبنا يغتصبنا؟ والأولاد مسؤولين يعني بده يتجاهلنا؟ لك ليش هيك دائما تاخذ أمور طريقة بسيطة؟ يا أخي كمان يعني بالحياة مو كل شي بيتاخذ بعمق وبتفكير، بدها شوية بساطة. بعدين لا تنسى شغلة، نحن اثنين وهو واحد. أنا كتير مبسوط إنكم قبلتوا دعوتي. شو كيف كان الويكند معكم؟ ماشي الحال ظريف، يعني بتعرف يوم الجمعة ما في شي، محلات مسكرة وبالبيت. شو سيد طارق؟ ليش ساكت؟ لا لا ما في شي، بس ماني متذكر أني شفتك قبل مرة اللي جيت فيها على المحل. بعدين حليم عم بيلي أنا كزبون قديم. إيه يعني؟ غريب كتير، أنا صار لي سنين بشتغل بالمحل ما لمحتك ولا مرة. لك طارق ما بدي فوتي بالتفاصيل لهالدرجة انت التاني. الاهتمام بالتفاصيل احيانا بيشتت تركيزنا عن الصورة الكاملة. مزبوط. حلوة الفيلا الله يهنيك فيها. نحن الشباب اللي منحب سوريا لازم نوقف مع بعض لنحمي بلدنا من العنف والفتنة والطائفية، ونكون إيد واحدة وندور على الحقيقة
بدون ما نستغل حريتنا اللامحدودة للعالم الافتراضي لحتى نخرب بلدنا ونأذيه، بدل ما نحمي ونخاف عليه ونكون إيد واحدة. ما توقعت أن المزرعة تبعك تكون كبيرة بهالحجم. أنا لما أخذت هاي الأرض أخذتها فاضية، وأنا عمرت عليها الفيلا وكل شيء شايفينه قدامكم. والله برافو عليك، شيء حلو كتير. لسه ما شفتوا شيء، عن إذنكم. إذنك معك. ولك يفضح عينك، خف عنه شوي للزلمة من ساعة وصلنا وأنت مستلمه سبع بلدي. لك شبك ما حكيت شيء؟ شلون ما حكيت شيء؟ مفكرني مو حاسس عليك؟ لك حاليا بلا تكهنات كلها ما لها أصل. أخي هي مانا تكهنات، طارق أنا بعرفك، بعرف مسحك من جدك. أنا قلبي مقبوض من هالجية كلها أصلاً، وماني مرتاح لهذا الزلمة. ولك شلون بصير عنده كل هالمصاري وسمع عمره 35 سنة؟ ولك يا زلمة أنت فظيع، يعني على طول عايش نظرية المؤامرة؟ ولك القصة مو قصة نظرية مؤامرة، بس أنا عم بحكي على شيء شفته على هذا الزلمة. شو شايف على الزلمة؟ الزلمة قال لك إنه هو تاجر عقارات، وأنت بتعرف كتير منيح إنه هي المهنة كسيبة، يعني بتجيب مصاري. أصلاً أنت مانك مقتنع بهالحكي. أنت أكتر واحد بيعرف إنه بالشام صعب كتير تصير مليونير، إلا إذا كنت ورتان. إيه وبركي الزلمة ورتان؟ لك ما سمعته شو قال إنه كسب كل مصاري مع رأس جبينه؟ ولك طارق صفي نيتك، ممكن الزلمة يطلع أحسن مني ومنك. لك أنا ماني فهمان ليش عم تحاول تقنع حالك وتقنعني إنه هذا الزلمة تمام وما في أي شيء وراك. اطيب شيء اللحم الفريش. الله يسلم الدياش، شو ظريف كثير والله. شكرا كثير. على فكرة أنا أكثر شيء بحبه اللحم الفريش، وكثير بكره المعلبات، بحسها مثل الأفكار المعلبة يلي بنظروا فيها علينا. ومين بتقصد باللي بنظروا؟ أصحاب القوى على اختلافاتهم، إن كانوا أصحاب أيديولوجيات أو أصحاب مراكز، ما بتعرف شو هي مقياس قوتهم، لأنهم كلهم بيشتركوا بداء القوة. بس القوة لها إيجابياتها وسلبياتها، يعني ما فينك تسميها داء. يلي عم يتمتع فيها أكيد هي مانا داء، بالعكس هي نعمة، وبس بالنسبة اللي عم تمارس عليه القوة فهي نقمة، ولذلك الاستمرار بالقوة ممكن يتحول إلى داء. بس أنت تعتبر من أصحاب المال، يعني من أصحاب القوة. طارق ما بيقصد يعني قصده أنه أنا ما بستغل القوة اللي عندي يا طارق، مشان هيك القوة تبعي ما تحولت ولا رح تتحول لداء. يعني بكرة إذا أنا خسرت كل مصاري ما رح يتغير شيء، رح ضل أنا مثل ما أنا. يعني قصدك تقول أنه أنت مانك مرتبط بمالك؟ لا أكيد أنا ماني مرتبط بمالي، لأنه استمراريتي كشخص ما لها علاقة بأملاكي أو المصاري اللي أنا بملكها. وعلى فكرة لو نحن بنقدر نفصل بين هويتنا وبين اللي بنملكه أو الوظيفة اللي نحن بنشتغل فيها كل يوم أو المركز اللي بنشغله، ما رح نخلي القوة تتحول لداء. ما توقعت تطلع معك هيك حكي. شو كنت أخذ عني فكرة أني غبي يعني؟ لا لا أبدا يعني، بس طارق ما بيقصد، أحيانا هيك بيحكي جمل بيعبر عنها بطريقة دقلية. شو طيبة؟ أنا قصدي أنه كلامك بيعطي انطباع أنك أعمق من الشخصية اللي كنت متوقعها. نحن ما لازم نحكي عن الكتاب بدون ما نقرأ. أنا صحيح بسيط بتعاملي مع الآخرين وبعلاقتي مع الحياة، بس في مساحة من العمق الإنساني اللي بشارك فيها الناس المقربين مني. وأنتوا يا شباب رغم معرفتي البسيطة فيكن، حاسس أني أنا بقدر شارككن هذا العمق الإنساني. عم تحكي مزبوط، يعني أحيانا في ناس بيمرقوا بحياتنا ما بيتركوا أي أثر، هيك يمروا ملوحا. وأحيانا في ناس بيمروا بحياتك وبيعلموا لدرجة انه هن بيعيشوا معك كل التفاصيل وبصيروا اصدقاء حقيقيين. ايه لانه كل واحد منا جواته في مساحة فارغة لعبي فيها خلال وقت طبقات من العمق الانساني اللي عم تحكي عنه، وفي ناس بتزيد هذا العمق، وهدول الناس فينا نشاركهم. الواحد لما بيسمعكم انتم عم تحكوا يعني بيحس بالفخر انه في شباب سوري بيفكر وبيحكي بهي الطريقة. حتستغرب اذا بقول لك انه في كتير شباب بيفكروا مثلنا وبيحكوا مثلنا. مزبوط، بس نحن بطبيعة مجتمعاتنا ناس ميالين للقرقرة والعي والسرسرة كتير، وهذا بيمنع جيلنا أو بالأحرى أولاد جيلنا كلياتهم أنه يحكوا هيك بمواضيع تقيلة فيها أهمية فيها عمق. وجذبهم العالم الافتراضي فضاءاته الواسعة. والشباب بهذا العالم اللي عم تحكي عنه بيتحرروا من أي رقيب، رقيب العيلة، رقيب الخوف، أي رقيب بدك إياه. واختفاء الفردية ومعالم الهوية بهذا العالم ساعد بالتحرر من ثقافة الخوف هي. يعني انتو معي انه التأثير بالشباب بكونه بالعالم الافتراضي اكتر منه بالعالم الواقعي؟ ولحتى تقدر تأثر بالشباب الواقع لازم تخلق لهم مشاريع كتير حقيقية، يعني مشاريع تنمية، قروض، فرص عمل، تأمين صحي، كفالة اجتماعية، لأن الأيديولوجيات ما بتصل للشباب إلا بالمحاورة بالعالم الافتراضي. الشباب اللي مثلكم قدوة،
لازم يحتزي فيها شبابنا لحتى نغير البلد، وما تتحول القوة لداء محصور ضمن طبقة معينة أو أشخاص معينين. الشباب اللي مثلكم لازم ينعطوا الفرصة لحتى يكون لهم دور فعال بهي البلد. نحن عم نحاول يكون لنا دور بالتأثير على الشباب. أنا وحليم عاملين منتدى للحوار الحر. حوار حر؟ وقديش عدد الأعضاء بالمنتدى؟ صاروا أكثر من 1000 عضو. لك شو 1000 عضو قدام آلاف الشباب اللي ما عم يقدروا يقولوا باه؟ معلش، بس نحن على الأقل عم نعمل شيء، وشوي شوي الألف بيصيروا 10. بس لو سمحت منين الحمام؟ استغلال الشباب مشاكل فيسبوك، حريات أفكار ثورات بالفيسبوك. سمعتوا عم بيقول حريات لما كل همه بهالحياة فوضى تخريب ومخدرات. ركز منيح اوعى تغلط مع الكينج لما تحكي، وقتها ممكن تندب تروح تقول والله قال لي. ما حدا رح ينفعك لما يشوفك عم تبكي، ما إلك إلا الكينج. ريلاكس and stay with me. حرية بالأفكار بنات معتقدات، فيسبوك انترنت يوتيوب معتقلات، تفاهات ايميل شات مراسلات. يور بيست فريند مات بسرعة بعد مسجات، عم تنكسر لا شغل وما مصاري عم تنتظر. مفلس عم تجحد بحياتك ما بتنتظر. رح اقول شغلي وبس، انه بس لهون شيفون مع الكينج and we're gone. شيفون احنا شباب اليوم، every day till dawn we're living alone. ما حدا عم يفهم مشاكل مليون. وينك يا كينج؟ I need you with me home. شباب عم نعيش بالشارع على مهل، ما حدا بيفهمنا لا رفقات ولا أهل. بيقولوا عنا أغبياء عايشين بهالجهل، لا تعرف شو قصدي هذا شي ماله سهل. كله عم يعيط علي وعم يرفس، بالأخير أمي بتقلي بهالنعمة ما ترفس. مقضي لي إياها سهر دخان وما عم تدرس. بابا اسمعني منيح ما دخلك شو بلبس. What gives you the right to tell me what to do when everything you're saying comes back to you. بتقلي ما تسهر لأنه مالك قدي، وانت بترجع 6 الصبح مع وحدة عمرها قدي. بتقول ممنوع تدخن وإلا حسابك عندي. روح شوف حالك كيف دخانك ما بيهدي. رح قول شغلي وبس، إنه بس لهون شيفون مع الكينج and you're gone.